الجمهورية لدى محكمة حسين داي. أرحب بالسيدات والسادة الحضور، أرحب كذلك بأسرة الإعلام، وأشكرهم على تلبية دعوتنا لحضور هذا الموعد الصحفي الذي قررنا عقده نهار اليوم بمقر المحكمة، وذلك على خلفية حادث المرور المميت الذي تعرض له الضحية المرحوم بناني مراد أسامة، وكل ما روج حول هذا الحادث من معلومات مغلوطة وغير صحيحة، وهذا كله تنويرا للرأي العام. أول ما أبتدئ به مداخلتي هو الترحم على روح الضحية المرحوم، وأتقدم بالتعازي الخالصة لعائلته الصغيرة والكبيرة، راجيا من الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. أما عن وقائع قضية الحال والإجراءات المتخذة بشأنها، فإنني أعلم الرأي العام أنه بتاريخ 4 جوان 2021 الموافق اليوم الجمعة في حدود الساعة 3 بعد الزوال، وقع حادث مرور على مستوى الطريق السريع الجنوبي، بالضبط بالقرب من المستشفى العسكري بعين النعجة، إثر اصطدام سيارة من نوع كيا سورينتو بالضحية بناني مراد أسامة الذي كان بصدد تغيير عجلة سيارته من نوع بيجو 206، مما أدى إلى وفاته بعين المكان، ولاذ المتسبب في الحادث بالفرار، والذي تم توقيفه مباشرة على مستوى المحول الاجتنابي عند مدخل بلدية جسر قسنطينة من طرف عناصر الدرك الوطني. ويتعلق الأمر بشاب من مواليد سنة 1998، أعزب، تاجر ودون سوابق قضائية. بعد إعلامنا بالوقائع من طرف عناصر الضبطية القضائية، أسدينا تعليمات بفتح تحقيق في القضية وتقديم المعني أمام نيابة الجمهورية فور استكمال الإجراءات، كما أمرنا بعرض المعني للفحوصات والتحاليل الطبية أين جاءت نتائج الخبرة سلبية، حيث لم يسجل تناوله لأي مسكر أو مخدر، وتقارير التقارير البيولوجية تقارير الخبرة البيولوجية مرفقة بملف القضية. بتاريخ اليوم الموافق للسابع من شهر جوان 2021 تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية، وبعد سماع الأطراف تمت إحالة الملف على قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحتي القتل الخطأ والفرار إثر حادث مرور، وللتهرب من تحمل المسؤولية الجزائية والمدنية. السيد قاضي الجنح أمر بتأجيل القضية إلى تاريخ 14 جوان 2021 مع أمره بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت. هذه هي جميع المعلومات المتعلقة بالقضية، سواء من حيث الوقائع ومن حيث الإجراءات المتخذة بشأنها، وهذا كله كما جاء في البداية تنويرا للرأي العام حتى لا تكون هناك أي معلومات غير صحيحة، أي معلومات مغلوطة، أي معلومات كاذبة. إذن هذه هي الوقائع وهذه هي الإجراءات المتخذة
بخصوص قضية الحل. أشكركم مجددا على حضوركم وحسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا. أعتذر عن تلقي أسئلتكم لأنه عندي التزام مهني مستعجل جدا، لازم نغادر. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. إذن كانت هذه الكلمة